التعددية الفكرية والتعددية الثقافية، وبالتالي يحترم الرأي والرأي الآخر، لا يسفه من عقائد الآخرين، يقوم على منهج الحوار، ويعني انطلاقا من قول الله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نعم. طبعا من أولويات القناة ضبط الفتوى، ضبط عملية الفتوى، لأن للأسف الشديد الفتوى الواحدة أو الفتوى يمكن أن تؤدي إلى القتل، وأدت إلى القتل وإلى سفك الدماء والاستباحة حرمات الآخرين. وبالتالي من أولويات القناة ضبط الخطاب الديني، ضبط عملية الفتوى ووضع معايير لها. أيضا من أولويات القناة إرساء القيم الإنسانية العليا. أيضا من أولويات القناة تفعيل الدور الحضاري للإسلام وللأزهر الشريف من خلال دوره التاريخي منذ إنشائه. طيب في النقطة دي تحديدا دكتور، يعني مما لا شك فيه ستكون باللغة العربية، ولكن هل سيكون هناك ترجمة؟ إحنا كده بنخاطب أنفسنا، إحنا عايزين نخاطب الخارج يعني. أولا يعني كان أعلم فضيلة الإمام الأكبر أن هذه القناة ستكون قناة عالمية وليست على النطاق المحلي أو على النطاق الفضائي، ومعنى عالمية هنا أنها تخاطب الآخر، وذلك من خلال اللغات الأساسية اللي هي فضلا عن اللغة العربية اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية واللغة الألمانية. هل يفهم من ده أنه يعني هتكون مجموعة قنوات ولا قناة واحدة وفي ساعات خدمات؟ هو طبعا يعني لم يعني تتبلور الصورة بعد، ولكن لدينا يعني من خلال التصور المحتوى الذي يقدم للآخر يختلف تماما عن المحتوى، يعني خطاب المسلمين يختلف عن خطاب غير المسلمين، وهناك ما يسمى بفقه الأولويات، يعني أولويات مثلا الأقليات المسلمة التي تعيش في البلاد غير الإسلامية. حتى الفتوى بالنسبة للأقليات الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، اهتمامات الناس تختلف، ومن ثم فإن هذا البعد حاضر في ذهن فضيلة الإمام وفي ذهن وفي سياسة القناة، أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن تؤخذ صورة طبق الأصل من المحتوى الذي يقدم للمسلمين أو على النطاق المحلي أو على النطاق العربي وأن يصدر إلى الآخر، وإلا لكان البعد العالمي غائب، لأن اهتمامات ويعني القضايا التي يحتاجها الناس تختلف باختلاف الزمان والمكان. لكن طبعا اهتمامات المسلمين زي ما حضرتك اشرت مختلفه ومشاكلهم. نعم. مختلفه. نعم. ومشاكلهم من دوله لاخرى تختلف. هل يفهم ضمنيا انه هذه القناه يعني هيكون لها وجهه نظر في المشاكل السياسيه للمسلمين في كل دوله، ولا هتنأب نفسها عن ابداء الراي؟ واذا اخذت هذا المنحى الاخير هل يمكن اتهامها بانها يعني تغمض الطرف عن مشاكل المسلمين ولا تهتم بشؤونهم؟ أولا يعني سياسة الأزهر معروفة، الأزهر له سياسة معروفة ومعلنة لدى الجميع في الداخل والخارج. الأزهر مؤسسة علمية تنويرية تثقيفية، له دور أصيل في تعريف الناس بصحيح الإسلام وبوسطية الإسلام، ومن ثم فإن البعد السياسي غير حاضر تماما لا في الداخل ولا في الخارج. الإسلام الأزهر ينأى بنفسه عن المعترك السياسي سواء على المحيط. مثلا دكتور يعني لو مشكلة أو أمر جلل كان مشكلة التي واجهها بعض المسلمين في بعض الدول في آسيا ويذبحون مثلا أو يقتلون. نعم. هنا أعتقد أن السياسة هتكون حاضرة شيء من أبينا. هو طبعا ليست السياسة بالصورة النمطية المعروفة لدى، ولكن هناك يعني مجموعة أوراق، أو هناك الأزهر يمثل القوى الناعمة التي يمكن أن يمارس ضغطا من خلالها، من خلال التواصل مع المنظمات العالمية ومن خلال التواصل. أنا هنا بتحدث عن الجرعة الإعلامية أو المساحة الإعلامية. نعم. من ناحية اهتمام القناة بشؤون المسلمين طبعا ده شيء أساسي، يعني حينما نقول أن القناة ستنطلق بلغات حية اللي هي ذكرناها آنفا، طبعا هذا التناول لا يتم من خلال أنه تقديم محتوى ديني بحت،
وانما التطرق يركز على حاضر هذه الشعوب او حاضر الاقليات المسلمه والقضايا التي تهمها. وما اكثر هذه بدات السياسه في الظهور. لا يعني السياسه طبعا حضرتك السياسه لها مفهوم نمطي، اذا اطلقت السياسه انصرف الذهن الى معاني معينه، لكن الشان الاسلامي او حاضر العالم الاسلامي طبعا هذا شيء اساسي مستقر في وجدان الازهر وفي سياسه القناه لابد. والا ما قيمه القناه اذا كان المحتوى بمعزل عن واقع المسلمين سواء في الداخل او في الخارج ايضا؟ هذه يعني شيء انا اتصور انه شيء مفروغ منه، لابد من يعني معالجه قضايا الاقليات المسلمه في الخارج بالشكل الذي يتناسب مع سياسه المؤسسه الازهريه. طيب. نعم. مين اللي هيكون يا دكتور رقيب؟ يعني زي ما احنا قلنا المحتوى العلمي طبعا هيبقى غاية في الأهمية، ولكن على سبيل المثال عندما نناقش أي مشكلة ما أو قضية في سواء في مصر أو في دولة عربية أخرى بتخص حتى ودول أخرى تخص الأقليات، من سوف يكون الرقيب على المادة العلمية التي تخرج للمشاهدين؟ طبعا يعني في مسألة غاية في الأهمية. نعم نعم. هناك أدبيات يعرفها كل عالم أزهري أو كل أزهري يعرف الأدبيات التي تحكم المؤسسة. يعني أنا شخصيا حينما أتحدث أنا ملتزم بسياسة المؤسسة وبثقافتي كأزهري. طبعا معالجة القيود أو ما يطلق عليه إعلاميا مقص الرقيب ده غير وارد تماما، لأن الـ 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 الأزهر يمارس دور دعوي، دور تنويري، دور تعليمي، دور ليس هناك رقيب إلا الله تعالى. وبالتالي كل المعايير اللي هي او التوازنات او الموازنات حتى المعايير الاعلاميه اللي المفروض تلتزم بيها. نعم. اولا يعني بالنسبه لمعايير القناه، اذا كنا نتحدث عن المعايير الاعلاميه لا يمكن ان تتخذ القناه كمنبر لمهاجمه اي اتجاه اخر. ده شيء ثابت. نعم. يعني فكره التشويه او الاساءه الى احد غير وارده تماما. فكره انه لها هدف انه اكراه الناس على اعتناق فكر معين غير وارده تماما. لا اكراه في الدين، دي سياسه قاعده اساسيه، قاعده اساسيه. فكره تشويه الناس او للاسف الشديد ما يعني ما رايناه في حتى في ما يسمى بالقنوات الدينيه اللي هو سب وشتم وتجريح والنيل من اشخاص، ده غير وارد تماما. ليه؟ ينطلق من ادبيات الاسلام ومن القيم العليا للاسلام، وبالتالي فهذه مسائل محسومه. مضطر يعني لان الوقت يكاد ينتهي، وفي نقطه اتمنى ان حضرتك برضه يعني تكون فيها حقها. طبعا الاعلام في صناعه، اذا صح التوصيف او التعبير بانه صناعه مكلفه جدا يعني. والازهر احدى مشكلاته الدعم المادي او المالي، زي ما حضرتك ذكرت الامكانيات التي حالت دون يعني هذه القدره. فهنا لابد انه نطلع الناس، التمويل هيكون ايه لكي يعني اطمئن قلب المتلقي، ما فيش جهه معينه بتحرك هذه القناه تجاه شكل معين، التمويل هيكون منين؟ وهل التمويل يكفي لتحقيق هذه الطموحات؟ ولا القناة تبدأ خطوة بعد ذلك تعاني من فكرة التمويل؟ انتبهتوا لهذه المسألة؟ نعم نعم. أولا الأزهر الشريف مؤسسة وطنية بالدرجة الأولى. الأزهر الشريف مؤسسة وطنية بالدرجة الأولى، وهذا ما يؤكده التاريخ الماضي والحاضر. لا يمكن بحال من الأحوال أن يتم يعني استغلال الأزهر لتنفيذ أجندة معينة لا في الداخل ولا في الخارج. وبالتالي فضيلة الإمام الأكبر حينما دعا المصريين، دعا عموم الشعب المصري ولم يدعو طائفة معينة. وبالتالي أنا أتصور أن هذه القناة
ستكون مستقلة تماما عن ولا يمكن بحال من الأحوال أن يستغل العامل المادي للضغط على القناة أو لحملها على سياسة معينة. لكن التبرعات ده هتكون هي المصدر الأساسي للتمويل، هي المصدر الأساسي فضلا عن أنه الآن طبعا مؤسسة الأزهر تعتبر مستقلة. إيه الضمان لاستمراريتها يا دكتور؟ إيه الضمان لاستمراريتها هذه التبرعات؟ وزي ما قلت لحضرتك أن هذه صناعة مكلفة، يعني الإعلام مكلف. اولا يعني ولله الحمد في مصادر في الاوقاف في الازهر الشريف. الازهر ما خدش اوقاف؟ لا يعني مصادر طبعا حينما ننظر الى قناه لا يمكن بحال من الاحوال طبعا ان هي هتكون قناه يعني في عزله عن المجتمع، ونحن نعرف في سياسه القنوات الكبرى انه الاعلانات اللي هي تتواءم مع سياسه القناه الاعلانات تمثل ريع او مصدر دخل عالي. وبالتالي انا في تصوري ان لم تكن القناه على المستوى الطموح الذي يطمح اليه المشاهد في كل يعني هذا ان المحتوى بقى ديني بحت، اصبح ديني بحت، لا يوجد نوع من الترفيه البريء او الترفيه الذي يتواءم مع سياسه الازهر، بالتالي هيؤدي ذلك الى نوع من زهد الناس فيه. ايضا لو اغلق باب يعني انا مش لا ارى غضاضه في الاعلانات التجارية التي بالتالي وهذا يعني كبريات القنوات على مستوى المحلي والعالمي تعتمد بالدرجة الأولى على الإعلانات، ومن ثم فلن يكون هذا البعد بعيد إن شاء الله. إن شاء الله يعني إن شاء الله. وإذا كان يعني طال انتظار هذه القناة إن شاء الله تخرج للنور في القريب العاجل. في نهاية هذا اللقاء الأستاذ الدكتور محيي الدين عفيفي أحمد عميد كلية العلوم السياسية مقرر لجنة الخطاب الديني ببيت العائلة المصرية بالأزهر الشريف، شكرا لك لتشريفك معنا. شكرا لك يا دكتور. ومشاهدينا الكرام بهذا ننهي حلقة الليلة من القاهرة، غدا بإذن الله يتجدد اللقاء زملاء جدد وموضوعات جديدة. إلى اللقاء.